أعلن بيان لفصائل عراقية مسلحة مهاجمة أهداف إسرائيل بطائرات مسيرة، وأضاف البيان أن رداً على هجمات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وقال البيان إن المسيرة هجمت هدفاً حيوياً في جنوب لبنان. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأحد اعتبر أن إسرائيل هددت بلاده بذرائع واهية، في إشارة إلى المعلومات المتداولة بشأن احتمال تعرض بلاده لهجوم إسرائيلي. وأضاف السوداني أن تهديدات إسرائيل العدوانية دفعت بغداد إلى التأكيد على عدم جعل العراق منطلقا لأي هجوم. وقال السوداني أنه وجه وزارة الخارجية بمتابعة ملف التهديد في المحافل الدولية لمنع محاولات إسرائيل من إشعال الحرب في المنطقة بشكل أكبر على حد قوله. إلى ذلك أيضا، يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع عراقية. رئيس البرلمان أوضح أن جزءا من الجلسة سيكون سريا، كاشفا أنه سيفتح قنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أي اعتداء أو مساس بأمنه. كما سيكون هناك اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية والبرلمانية.